نحن فخورين جدا بالمشاركة في الموسم 2023 في مهرجان ليولا الرطب. مشاركتنا كراعي استراتيجي للمهرجان، وأيضا مهم جدا أن كأدنوك طبعا نوعي للجمهور جهود أدنوك فيما يخص الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال مبادرتنا في زرع 10 مليون شجرة قرم باي 2030. بالإضافة إلى ذلك نبغي أيضا الجمهور يعرفون أن جهود أدنوك ما تنحصر فقط في إنتاج النفط والغاز، ولكن أيضا أن دور طيب في المحافظة على الزراعة، زراعة النخيل وبالأساليب المستدامة أيضا كذلك من خلال إنتاج التمور مختلف أنواعها في جميع مواقعنا البرية والبحرية، وأيضا مختلف أنواع الفواكه الجميلة راح تشوفونها إن شاء الله من خلال العرض إن شاء الله. بالإضافة إلى ذلك لنا دور جدا مهم في المجتمع من خلال توعية الجمهور فيما يخص كيف منتجات أدنوك قاعدة تأمن وتفيد المنتج والأمن الغذائي في الدولة من خلال بعض المنتجات العضوية منها اليوريا، كيف قاعدة تضيف في زراعة مختلف النباتات ومن خلالها تطوير وتحسين المنتج الزراعي. والله نحن فخورين هذه السنة في مهرجان ليولا الرطب في موسمها 19 بالمشاركة مع إدارة المهرجانات، والله الحمد هذه السنة سنة خير إن شاء الله. الأجواء الله الحمد، المشاركين يعني السنة هذه غير عن السنة اللي طافت، في فرحة التواصل بعد كورونا والله الحمد، في تفاعل يعني كبير في الجمهور وفي المشاركين. نادي ثلاث الإمارات مشارك بتنظيم مع الشراكة مع إدارة المهرجانات، ومشاركين بعد بمنظومة من الكتب التراثية القديمة عن النخيل وعن الماضي وعن الشعر القصيد، ومشاركين عندنا حرفيين في صناعة الدلال القديمة وفي صناعة الفخار القديم